الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ جيناكم فيديو جديد للعبة محاكي الشاحنات الأوروبية. حبيب قلبي، اليوم جبنا لكم هذا الإسكانيا 143 حجم ماله. هذا الإسكانيا جميلة جدا، إذا واحد عنده كمبيوتر ضعيف يقدر يحملها، هذا ما يحب الكارت الشاشة، لأن هو سبحان الله العادات التقاليدي. إذا الشاحنة يحب الجرافيك أقول له شباب هذا يحب الجرافيك، وإذا ما يحب الجرافيك مثل ما يقولون أنا بهكم، لأن متابعيني بعرفهم أكثرية متابعيني كمبيوتر مالتهم ضعيفة. حبيب قلبي، هذا الاكسسوارات ماله معاها موجودة، ما عنده اكسسوارات كثير، بس هسه أوريكم لما تحملها. دقيقة، لما تحملها يظهر واحد ورقة أبيض، هذا الورقة تخلي ويا المودات مالتك ومبارك عليك. شاحنة جميلة جدا ومشهورة كل الإدارات، أنا دا أنزلها هذا الشاحنة، وحتى هذا الدخان يعني بتاع الشاحنة، زين يعني مو أنا خليت المود الدخان، لا هو موجودة معها. هسه أوريكم. اول شيء نبدي من الشرح البسيط او اشوف لكم قبل ما انتم تتحملون الشاحنة كالعادة، اوريك اذا يعجبك حملها، ما يعجبك خليها لي صاحبه عبري. يلا بسم الله على بركة الله. نجي هناك، هو يظهر يمك بصيغة مود هكذا الشكل ماله يظهر. طبعا هذا المان بارحة انا اعطيتكم، هذا احلى مان، لا تكبون، ها لا تكبون جامعة اونلاين، زين هذا يمي انا يعني بحتفظ بها. هذا الشاحنة مالتنا هو هكذا يظهر، هذولهم اسباخ، دقيقة هذولهم ابو الختمة اسباخ ماله، هذا هكذا 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 تتحب هكذا او هكذا. فرضا نقول يابا مثل مالتي، لا ما نخلي مثل مالتي، نجي هنا نجيب ندخل هذا الصبغ، اولا نسوي اصفر، شي يصير نخليها هذا اللون حتى على مود تشوفون يعني الالوان. تجي هنا على المكان الدعامية، هذولهم كلهم دعاميات معها موجودة، شوف انت تحب ملون، لان الشاحنات الاصلية يصير ملون، هذا يصير عادي دقيقة يصير هذا ملون، هذولهم شاحنات الأصلية، شوفوا واحد ملون، هذا مو ملون، هذا ملون، هذولهم كل مرة أنا دا أعلمكم أقول لكم إذا تحمل الموت، إذا صرت ملون معناتها هذا الموت أصلية، زين. هسه شوفه هناك كان يشغل الأضواء، هذا تتحب نجي هناك دقيقة، شوفه الله اخلي هكذا مثل ما اني اخذ، وشوف النسبة هذا، شوف هذلهم، شوف الدعامية ايش قاعد حلو، تتحب هكذا هكذا. هذا ليش هذا الشباب؟ هذا الشرح انا اسوي يعني قبل ما انت تتحمل، شوف الشاحنة اذا يعجبك حملها، يعني ما يصير نحن اثنين نتعب، انا بتعب وانت كمان تتعب، بس والله نخلي هذا الدعامية مو شباب، هذا شنو هذا اللاويد مالتهم عيونهم اكبر، يلا انا خليك ها خلي، هو هذا الشرح يابا، هو نحنا ما نشتري، ها تتحب هكذا، هذا كمان تخلي هكذا تجيبه هناك، خلي هذا مثلا هذا البوري، شو اسمه هذا البوري قد كبير، هذا ار بي جي شنو، شوف عمري، وهذا نسبة تايرات، شوف هذولهم كلهم يصير حتى اشكالا مع تايرات، دوسة اوكي يتغير، دوسة يغير، هي شوف هو دا يغير يسوي طخم يعني، هي شوف دا يغير، هي شوف يعني قد ما تغير الشغلة هو كمان يساعدك، شوف مثلا هكذا يعني حلوة حلوة، مود جميلة جدا. وإذا تحب كمان تقدر تخلي تريشة مثلا هكذا، هذا تريشة وسوى هذا تريشة، هذا بها بي 8 شنو المنطقة، وها بالنسبة مود الدخان، هذا الدخان بتاع شو اسمه وين ودينا، والله إذا تحب جزوز هناك، وين الدقمة مال جزوز كا، وشلون يشغل الجزوز
لازم اشغل القزوز قدام عينكم. شلون؟ قلت لكم هذا يطلع الدخان. اي فعلا هو الدخان ماله، بس هو يجي الزر ماله بينا كان يشيله احتمال. نجي هناك، هو كلهم نفس الشيء يعني، يطلع الدخان. بس اريد مثل ما الشاحنة مالتي، لا هذا مثل مالتي، نجيبه هناك. تعال المحرك، محرك جيبه على هذا، وهذا بود الدخان. ايه هاي شوف هاي اشتغلت هذا الدقمة. لما تدوس تعال على تحت، ريش شوفه رأسا طلع الدخان. هي تقدر حتى هكذا تسوي، شوفه انشاحنه جميل. هذا الداخلية ماله مثلا تخلي اكسسوارات، هذا جي بي اس ماله تتحب هكذا، والله هذا جي بي اس احلى من كل شيء. هذا الشيء يصير هذا، وش اسمه اشوفون هذلهم 4 نوعيات. هي شوف تتحب هكذا كمان، شوفها لا تنسى، شوف هناك او شوف هناك تتحب هكذا. شوف هذا ايش قد حلوة، هذا غير عادية كمان. زين عمري، يلا ما اريد الفيديو طويل. وين النفاضة مالي؟ نروح كم امتار حتى كمان تسمعون صوت شو اسمه الشاحنة مع الحمولة. طبعا هذا العربانات قبل 3 أيام انا اعطيتكم، هذا ارقى عربانات. هذا انا كتبته مود الحمولات الثقيلة، زين اذا واحد يحب هذا العربانات، هو مكون من 44 عربانات. والله بسم الله، ولو الشاحنة مالي بصراحة يطفي بيدي، مو سايق عد الجسيون بس كل شغلة. هبطت الماكينة، هذا اخوي سايق بس يدخن سجاير كثير. والله اعطيته بوش شباب، حتى اني سايق شاحنة كبير هكذا اني اسوي. والله هسه هذا السياقة شلون تشوف هكذا اني اسوق، هذا الطبيعة ما تهلكت اني ابدا. اني وحيد سايق وحيد بالزاخو اخلي جير بوش، كلهم يقولون خطر خطر لا تسوي هذا الشغلة، بس سبحان الله علمت. الله شرس، هذا شيء يصير دقمة، أنا دست فات شيء. على اساس اني ضفتها. ها عمري، هذا اني اريد اتركه، هذا ما اريد هذا يصير يظهر. هسه اقفله، شلون اقفله؟ ما بعرف نقفله. هذا ما احبه. يلا حبايب قلبي، مثل ما يقولون لا تنسوا اللايك والاشتراك، دعمنا بالقناة. والشاحنة مبارك عليكم، إذا واحد عنده كمبيوتر ضعيف حلوة الشاحنة، جميلة جدا. وفيما لا الله معك.